تصور مزيان. الطول ديالها 45 سنتيمتر. حل الحلو لله. الحل الحل لا فامي ديالي شنو كاين في الرباط؟ غنشوفوا دابا شنو كاين في الرباط وتكتشفوا معايا ما هو جديد. فين غنمشيو اليوم ان شاء الله؟ ما نكذبش عليكم غادي نمشيو غنجربوا اكبر بيتزا كاينه في المغرب وبالضبط في الرباط الاخوان. غندوز واحد البيكنيك معكم انا والصديق ديالي يوسف. غنمشيو غندوزو الخريجة ونشارك معكم الفلوغ ديالي ونشارك معكم البلاصة. نتمنى ان شاء الله يعجبكم هذا الفلوغ وتعجبكم هذه الخريجة هذه. غنمشيو البلاصة اللي غنستقرو فيها ونريحو فيها وندوزو فيها بيكنيك زويون. مازال ما عرفتش حتى تما غتشوفوها معايا في الفيديو ان شاء الله. لا فامي هاد البيتزا هادي واش نقدر نضربها انا ويوسف ولا لا؟ المهم غادي نمشيو غنشوفو شنو عندهم ونشارك معكم بالضبط اشنو عندهم ونشوفو البيصة. يعني بغينا نبدلو الروتين ديال الخرجة والروتين ديال الجلسة في القهاوي وداكشي، قلنا علاش لا نديرو بحال شكل بيكنيك نتقداو داكشي اللي غادي نتقداو ونمشيو ونريحو في شي بلاصة وندوزو وقيتة زوينة. المهم انا غادي نمشي غنشوف شنو عندهم حيت اول مرة غادي نمشي عندهم، اول مره غادي نكتشف البلاصه هذه ونتمنى ان شاء الله تعجبني ويكون داكشي عندهم ناضي كيف انا كنت متوقع. ولكن بينا يعني مادام انهم دايرين درون باي ومويه وبيتزا بتي صغيره وهذا، نتمنى ان شاء الله يعجبنا البلاصه هذه ونشارك معكم البلاصه اللي نريح فيها ونشارك معكم الاثمنه بشحال خديتها وشنو كاين. نتمنى ان شاء الله يعجبنا الفلوق الاخوان، نتمنى حتى انا يعجبني الفلوق صراحه باش انتم يا. والاخوان الى عجبكم الفلوق ما تنساوش الاشتراك واللايك والكومونتير وتفعيل الجرس. ومرحبا باي واحد جديد كيدخل معنا في قناه مروان فلوق وكيعجبو لي الفلوق اللي كندير وكنحبكم وكنموت عليكم اصدقاء. الاخوان ديالي قبل ما نوريكم البلاصه اللي مشيت ليها غادي ناكلوا بعد اول حاجه وتشوفوا الاكله اللي خديت عاد غادي تشوفوا البلاصه كي دايره وتعرفوا على الاثمنه. اجي معايا الاخوان اجي 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 صور مزيان. اجي اجي الطول ديالها 45 سنتيمتر بنص متر. اجي فين حنا دابا؟ دار السلام. اجي با يوسف اجي خويا نعطينا غناكل. الحلو لله. حل الحلو لله. الحل 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 صير لا. ندور الفيديو ديالنا ان شاء الله. مروان هذا عجبو الحال اخويا. حنا حنو شعب خلق ليفتارس. حبس الفيديو اجي ناكل. الاخوان بالنسبه للبلاصه اللي مشينا لها غادي نخليكم تشوفوا السمية بعد اول حاجه، عاد غادي نشارك معكم الطريق ونشارك معكم البلاصه بان البلاصه لوكاليزاسيون ديالهم غادي نخلي لكم في اول تعليق. قبل ما نشارك معكم الطريق غنخلي لكم لوكاليزاسيون في اول تعليق. بالنسبه خدنا نص فرويد مير ونص فروماجيك فروماج. المهم نتوما عندكم اختيار بغيتو تاخذوا بيتزا كامله في شكل واحد بغيتو نتوما تختاروا لكم الاختيار. كل قطعه شحال كل قطعه؟ 12 درهم يوسف ولا 14 درهم؟ 12 ولا 14؟ 12. تشوفوا الموني فيه الاثمنه فيه كل شيء الاخوان. غنبداو الماكله ديالنا اقطع. هكا ديال الحر هاك ما عنديش مع الحار. صحة والراحة با مروان. اجي تاكل اخر يا حق بغيتيش. صحة والراحة خوت. احنا دابا احنا في الجردة ديال دار السلام. صحة والراحة با مروان. اش قلتي؟ صحة والراحة. ما سمعتكش با مروان. ما سمعتكش خوت.
نخليكم تشوفوا الأثمنة ونطلقها. الاخوان ديالي قبل ما نختموا الفلوق ديالنا غادي نعطيكم الراي ديالي على البيتزا كيف جاتني ما نكذبش عليكم عجبتني زوينه يعني شي حاجه واعره بزاف الاخوان كيف قلت لكم البلاصه الموقع فين كاينين كاينين في حسان وكاينين في اكتال غادي نخلي لكم لوكاليزاسيون في اول تعليق يمكن لكم تستعملوا لوكاليزاسيون في الويز ولا في جوجل ماب ولا المهم الاخوان حيت دائما كنشارك معكم الطريق وهذا كيجي الفيديو طويل من احسن لوكاليزاسيون هو اللي ولا خدام دابا اخوان ديالي غادي بس الفيديو ديالي هنا وغادي نخليكم نتلاقاو ان شاء الله فيديو جديد بلاصه جديده دائما اكتشافات دائما خرجات دائما كنشارك معكم البلايص الزوينه واليوم شاركت معكم اكبر بيتزا جربت ما نكذبش عليكم وما ندمتش عليها حيت عجبتني بزاف كنصحكم حتى نتوما تجيو وتجربوا الاخوان ديالي تلاو ليا فراسكم البنه البنه مازال كنحس بها في الفم الاخوان ما نطولش عليكم تلاو ليا فراسكم نتلاقاو فيديو جديد.